أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء. بعد التوتر الشديد في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وبعد جولة ساخنة من التصعيد المشوب بالاتهامات والتنابز بالألقاب والسخرية المتبادلة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ أون، ما الذي دفعهما الآن للاتفاق على مباحثات ستكون في شهر أيار المقبل والجلوس على طاولة حوار في قمة مباشرة في ذلك الشهر؟ وأي فرص لهذه القمة المرتقبة في إنهاء الخلافات بين البلدين وسط التعقيدات الإقليمية التي زادتها حدة؟ الدعوة جاءت من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والموافقة جاءت وتمت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاجأة ترددت أصداؤها داخل البيت الأبيض نفسه. البعض يتساءل إذا كانت الولايات المتحدة جادة باستخدام الدبلوماسية مع كوريا الشمالية التي تستعرض قدراتها النووية والصاروخية أمام وسائل الإعلام، لماذا تم التدخل في دول أخرى وتم احتلالها كالعراق وتم تدميرها بحجة امتلاكها أسلحة محرمة؟ انتفى وجود هذه الأسلحة في العراق، بينما يتساءل البعض عن طبيعة التنازلات التي يمكن أن يقدمها الطرفان الأمريكي والكوري الشمالي، والتي بناء عليها قد يعاد رسم التحالفات وموازين القوى في شبه الجزيرة الكورية، بالإضافة عما يعنيه ذلك لرئيس أمريكي منهك في مطباته القانونية وانقسامات إدارته. لتسليط الضوء مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع، أرحب بضيفي في الأستوديو الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور سمير. سينضم إلينا لاحقا أيضا وهو موجود حاليا معنا الأستاذ الدكتور عبد الوهاب القصاب، الخبير الأمني والعسكري. دكتور عبد الوهاب مرحبا بك. أهلا وسهلا، بس أنا يعني لو سمحت أنا زميل باحث في المركز العربي واشنطن، لست خبيرا أمنيا. أهلا بك أستاذ. أنا أستاذ الدكتور عبد الوهاب القصاب الباحث والمحلل السياسي. وسينضم إلينا معنا أيضا الدكتور أسامة أبو رشيد، أيضا الباحث والمحلل السياسي عبر سكايب من واشنطن. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونبدأ الحوار، كونوا معنا. إذن مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء على هذه الأخبار التي تترى عن قمة مرتقبة في شهر أيار المقبل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي جيم أون. يعني هذه القمة لها خلفيات ولها منطلقات ولها أسباب، يعني على ما يبدو أن هناك دكتور سمير مفاجآت أو تناقضات ربما تحمل كعنوان لهذه القمة المرتقبة في أيار المقبل، بعد وصول التهديدات كما تعلم والتنابز بالألقاب إلى أبعد مستوى بين الطرفين الأمريكي والكوري الشمالي. من وجهة نظرك، يعني ما أسباب وأساس الأزمة بين أمريكا وكوريا الشمالية؟ نعم، أولا أحييك وأحيي ضيوفك ومتابعيك وأشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة، وأحيي الإخوة المشاركين أيضا في النقاش معنا. طبعا يعني لا يمكن إطلاقا فصل هذه الأزمة عن سياسات سباق التسلح في العالم، خصوصا على مستوى اللاعبين الكبار. سباق التسلح أولا، ثانيا سباق التسلح النووي ودخول في هذا النادي النووي من قبل بعض الدول الإقليمية والدولية العالمية. أيضا الآن كوريا الشمالية أيضا بنت منظومة من التحالفات بعد الأزمة الكورية أو الحرب الكورية بين عام 1950-1953. كان هناك على ضوء هذه المواجهات في تلك الفترة اصطفاف جديد، كوريا الشمالية اختارت حلف وكوريا الجنوبية اختارت حلف آخر. يعني كوريا الشمالية ذهبت بمنحى الحلف الروسي مع الاتحاد السوفيتي وقتها، قريبة انفتاح على الصين أيضا، لكن كوريا الجنوبية ذهبت لتحتمي بالولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الانقسام في شبه الجزيرة الكورية حمل معه أيضا كثير من الأسئلة، أنه هل هذه الأزمة تتطور وستنتقل إلى أزمة أكبر أبان الحرب الباردة أيضا؟ نعم، عملية الاصطفاف استمرت أبان الحرب الباردة بين الكوريتين،
وسباق التسلح والتنافس الأمريكي السوفيتي وقتها. إذن باختصار هذه الأزمة منابعها أو جذورها تمتد إلى تلك الفترة، هذه الاصطفافات في إطار محورين، يعني ربما المصطلح الشرقي والغربي لا أتفق أنا كثيرا معه، أنا أفضل أن أقول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الاتحاد السوفيتي القديم وشركائه وحلفائه. وعلى ضوء ذلك كان هناك دعم وتشجيع لهذه الاصطفافات، وذهبت كوريا الشمالية بمنح العمليات البحث الذاتي عن تطوير أسلحتها النووية، وهي نجحت إلى حد كبير في الاستفادة من كل هذه التوازنات والمعادلات الإقليمية والدولية، استفادت من الدعم الروسي، استفادت من الدعم الصيني، استفادت من الأزمات التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى المنطقة، على مستوى آسيا دكتور سمير، وعلى مستوى المنطقة كل كل هذا التقى عند نقطة أساسية فتحت الطريق أمام كوريا الشمالية لتقوى وتملك هذه الأسلحة، واليوم بدأت تتحدى وتعلن أنها تجري عمليات اختبار وتطلق صواريخها بأكثر من اتجاه. دكتور عبد الوهاب القصاب، أرحب بك مرة أخرى. يعني إذا كانت الولايات المتحدة جادة باستخدام الدبلوماسية مع كوريا الشمالية التي تستعرض على ما يبدو وبلا شك يعني قدراتها الصاروخية أو النووية أمام وسائل الإعلام وعلنا، بينما هناك دول لم تمتلك هذه الأسلحة ولكنها اتهمت بامتلاكها ودمرت بالكامل واحتلت، و ما لهذا الاحتلال من تداعيات باقية حتى الآن، وهو كما حصل للعراق. يعني كيف تنظر إلى هذه التناقضات ربما إن صح التعبير في الدبلوماسية الأمريكية؟ شكرا جزيلا، تحياتي للصديق الدكتور سمير صالحة. وأنا بس أود أن أبين أني زميل بحث في المكتب العربي واشنطن، ولست محللا سياسيا. للإجابة على هذا السؤال دكتور سمير، يجب أن يعني نستعرض حقيقة طريقة التصرف التي تصرفت بها كوريا الشمالية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي تحديدا، عندما وجدت نفسها حقيقة قد خسرت الغطاء الشرقي أو الغطاء العقائدي الذي كان يمثلهم كل من الاتحاد السوفيتي ثم الصين، وجدت نفسها أنها وحيدة دول التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي انهارت واحدة بعد الأخرى، ثم كثيرا منها انضم إلى المعسكر الغربي. هي أمامها تحدي كبير، ونحن لازلنا في أيام الجد وليس الأيام حتى الأب والحفيد. عند ذلك حاولت أن تلجأ لحل مشاكلها إلى مجموعة من الإجراءات، هذه الإجراءات تتمثل فيما يلي، سأعددها بشكل سريع. محاولة الحصول على أكثر ما يمكن من الموارد، ولذلك فقد ذهبت في تسويق خبرتها وإمكانيتها في الصناعات العسكرية لدول محرومة من أن يعني تستلم أسلحة من الدول الغربية. وتلك الفترة إذا ما عدنا إلى الذاكرة كانت الحرب العراقية الإيرانية محتدمة فيها، ولذلك وجدت زبناء وبالتحديد إيران في هذا المجال. ثم كذلك استفادت منها دول أخرى كباكستان على سبيل المثال، وحاولت أن تتسلل إلى أفريقيا في تحت يافطة الأعمال، محاولة كسب أكثر ما يمكن من الأموال نتيجة التعاقدات الكونستراكشنز البناء. ومن هنا بدأت تتراكم لديها خبرة في صناعة الصواريخ ثم في التقنية النووية. استخدمت هذه الخبرة حقيقة لتحل مشاكلها الداخلية بشكل رئيسي، وهي الحاجة التي يعاني منها المجتمع الكوري الشمالي في سياسة يمكن أن ندعوها، وأنا دعوتها منذ 2001 بسياسة في ورقة لمركز دراسات دولية جامعة بغداد بسياسة الابتزاز النووي. نجد أنه بتواترية 4 إلى 5 سنوات تصعد كوريا الشمالية إلى الدرجة التي تصل إلى حافة الهاوية، ثم بعد ذلك تحاول أن ترسل من الأبواب الخلفية ما يحاول أن يحلحل هذه الأزمة نتيجة الحصول، تقدم تنازلات تحصل مقابلها على احتياجات المجتمع الكوري من ناحية المواد والغذاء والدواء والعلاج. تكررت هذه الحالة من 3 إلى 4 مرات منذ بداية القرن 20 ولحد الآن.
المرة الأخيرة هي المرة الحالية التي تصاعدت فيها الأزمة إلى حدود عليا، وهنا علينا أن ندرس شخصية كل من القائدين، شخصية ترامب هنا وشخصية الرئيس الكوري الشمالي الحفيد، ونحاول أن نسقط الترتيبات النفسية والشخصية لهذين القائدين على مسار الأزمة. الآن يعني الأزمة تدور هكذا، وأنا من وجهة نظري يعني أعتقد أنها لا تختلف عن الأزمات السابقة، سوى بدرجة التصعيد الهائلة بعد أن حصلت كوريا الشمالية على التقانة النووية وجربتها أصبحت ملموسة. وهنا أحاول أن أجيب على الجزء الثاني من السؤالات، لما دول أخرى دمرت في حين أن كوريا الشمالية تحتمل، أو حتى إيران بشكل وبآخر احتملت نتيجة الديل أو نتيجة الاتفاق النووي 6+1. الآن لكي أجيب هنالك عامل واحد وحيد حقيقة، عامل واحد وحيد هو يمثل السبب بين الاثنين. العامل الصهيوني عمل بسرعة وبقوة وبلهوة لكي يجد الحل بتدمير وتفكيك بلد عربي لاهض هو العراق، تمكن من أن يصل إلى العتبة النووية دون أن يصل إلى مرحلة التطليع النهائي، لكنه المعرفة النووية كانت موجودة، تطور كبير في تصنيع الصواريخ. نحن يعني العراق صنع صاروخ مدى 2000 كيلو متر ونجح في أن يضع شحنة معينة لمدة 20 دقيقة في الفضاء الخارجي في المدار الخارجي اللي هو صاروخ العابد. هذه كان تحدي كبير للصهاينة، وهذا التحدي للصهاينة جرب حقيقة في 1991 عندما انطلقت عملية عاصمة الصحراء، عندما أطلقت 43 صاروخا على الكيان الصهيوني، مما يثبت أو ما يبين بأن العراق كان مصمما على أن يصل إلى مرحلة يحاول أن يحسم النزاع العربي الصهيوني، ليس بالضرورة بالاستخدام الحقيقي للقوة وإنما بالتلويح بها، أي بسلاح الردع. هذه الحقيقة كان ينبغي أن تنهى من قبل وجهة النظر في الدوائر الإسرائيلية، وهي التي شجعت حقيقة كثيرا، ساعدها متعاونون عراقيون لسوء الحظ كانوا موجودين في واشنطن لكي يتم تدمير العراق وتفكيك أسس قوته. نعم، أرحب بدكتور أسامة بورشيد الباحث والمحلل السياسي، ينضم معنا من واشنطن. مرحبا بك دكتور أسامة. أهلا وسهلا دكتور. لماذا من وجهة نظرك تلقف البيت الأبيض هذه الدعوة؟ ماذا تحمل هذه الدعوة في طياتها، مع العلم أن الرئيس الكوري الشمالي لم يتحدث صراحة أنه مستعد للتخلي عن السلاح النووي؟ في الحقيقة لا يوجد إجابة واضحة، لأن حتى مستشاري الرئيس، كبار مستشاري، لم يتوقعوا هذا القبول المباشر منه، لم يكونوا يعرفوا بما جرى. والدليل على ذلك أن وزير الخارجية ريك تيلرسون الذي كان في أثيوبيا سئل في ذات اليوم، مع أخذ بالاعتبار فارق التوقيت بين الولايات المتحدة وأثيوبيا، سئل في ذات اليوم عن الحوار مع تركيا والتواصل معها، وقال بأن الظروف غير ناضجة وأنه لن يكون هناك حديث مباشر في المرحلة الحالية. ثم جاء الرئيس بعد زيارة وفد جنوب إفريقيا وأصدر ذلك الإعلان الذي فاجأ حتى المستشارين الذين حوله في البيت الأبيض. أظن أن المسألة من ناحية مرتبطة بطبيعة بهذا الرئيس. هذا الرئيس لا يعترف بالتقاليد، تقاليد الحكم التي تراسخ عليه أو رسخت في التجارب التاريخية في الولايات المتحدة. هو رئيس غير تقليدي ويفاجئ دائما من حوله، وهو يعتبر أن هذه هي أحد نقاط قوته، وعمليا هي فعلا أحد نقاط قوته، ذلك أنها يعني تقنع قاعدته الانتخابية أنه الرئيس الذي يتحدى المؤسسة من ناحية. من ناحية ثانية، قد يكون في ذلك محاولة منه للفت الانتباه الآن عن المشاكل الكثيرة التي يعاني منها، سواء فيما يتعلق بالتحقيق في موضوع الروسي، أو الآن ما كشف عنه حديثا في مسألة علاقة بعض أعضاء حملته الانتخابية وبعض منهم في إدارته اليوم مع ملف الإمارات ومسألة أزمة الخليج. فإذا هو قد يكون يحاول أن يلفت الانتباه، لكن أنا أظن أن هذه مسألة يعني صغيرة في الإطار الأوسع. الإطار الأوسع أن هذا الرئيس يعتبر أنه قادر على أن يقدم نتائج عجز عنها سابقه. رأيناها في ملف القدس على سبيل المثال، مقل السفارة الأمريكية
من تل أبيب إلى القدس وإعلان القدس عاصمة، قال بأن من قبلي وعدوا ولم يستطيعوا أن يقدموا، أنا أعد وأقدم. ثم رأينا في مسألة فرض الرسوم الجمركية على صادرات الحديد والألمنيوم إلى الولايات المتحدة أيضا إلى أوروبا. وعد بهذا الأمر انتخابيا ومستشاروه يقولون له، حتى الحزب الجمهوري يقول له لا تفعل، ومع ذلك فعل. فأنا أظن أن هذا الرئيس عنده هذه الثقة المبالغ بها بالذات، وهذه هي الخطورة. ولذلك تجد الآن مستشاريه من حوله يقولون إلى أين تمضي دون أن يكون هناك توافق على شروط هذا الحوار. المشكلة هنا أنه لا يوجد توافق واضح على شروط الحوار، لذلك رأينا الفوضى داخل البيت الأبيض. ترامب لم يضع شروطا، خرجت الناطقة باسمه وضعت شروطا، ثم تراجع البيت الأبيض عن الشروط، ثم أعيد وضع شروط أخرى لكنها شروط لا تعني شيئا، يعني أنه لا يكون هناك تجارب نووية حتى اللقاء في مي القادم، لا يكون هناك إطلاق صواريخ حتى اللقاء في مي القادم، وأيضا لا تعترض كوريا الشمالية علنيا على التدريبات التي ستجري أو المناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، المناورات العسكرية في شهر أبريل القادم. إذا لا يوجد تصور واضح داخل الإدارة، والدليل حتى أن وزير الدفاع رفض أن يعقب على هذا الحديث، قال أنه سينتظر. معنى آخر، هذا قرار الرئيس، والرئيس هو الذي يملك السياسة الخارجية، وفي العادة يعني هذا القرار دكتور أسامة يعني قرار ترامب بالترحيب السريع على الموافقة لإجراء الحوار أو المباحثات في أيار المقبل، جاء من وجهة نظرك بقرار فردي أم طبخ على أعلى المستويات في البيت الأبيض؟ لا، هو لم يطبخ على أعلى المستويات. قد تكون هناك من بعض من حوله من الدائرة الضيقة قد كانوا على يعني معه على نفس الصفحة، لكن لا وزير خارجيته ولا وزير دفاعه ولا مستشار الأمن القومي عرف، لأنه كان في اللقاء، لكنه لم يتوقع أن يخرج الرئيس ويعلن هذا الأمر بنفسه. فهذا ما نعلمه الآن من التقارير التي تم تسريبها. لو كان يعرف لكان وضعت شروط ووضعت صيغة لكيفية الإعلان. ترامب لم يضع صيغة لكيفية الإعلان. لكن أيضا نحن لا نريد أن ننسى مسألة، نحن نتكلم عن أن هذا الرئيس أرعى، أنه لا يراعي التقاليد، أنه لا يملك الكفاءة والنضج، لكن أيضا ينبغي أن نتذكر شيئا، نحن نتحدث عن شخص غير تقليدي يتعامل مع شخص آخر غير تقليدي وهو الرئيس الكوري الشمالي، وهذه تجيء في أعقاب أيضا عقوبات غير مسبوقة لم تفرض الولايات المتحدة لوحدها، بل أن استطاعت أن تجعل الأمم المتحدة بما في ذلك كل مجلس الأمن بما في ذلك الصين نفسها في شهر 7 الماضي أو في شهر 8 الماضي بفرض عقوبات غير مسبوقة على كوريا الشمالية. هذه العقوبات يعني الآن قطعت حوالي ثلث صادرات كوريا الشمالية التي تبلغ حوالي 3 مليار دولار سنويا من الفحم والحديد الخام والرصاص والمأكولات البحرية. الصين مشاركة في هذا، هناك ضغط اقتصادي كبير جدا على كوريا الشمالية، لكن كوريا الشمالية تملك أوراق أيضا. كوريا الشمالية حسب تقرير CIA في شهر 7 الماضي أيضا تمكنت الآن من تطوير قنابل رؤوس نووية صغيرة يمكن تحميلها على صواريخ عابرة للقارات، وأيضا الآن حسب التقارير الاستخباراتية الأمريكية هي رفعت مخزون استرسانتها من القنابل النووية إلى حوالي 60، وأيضا الآن هي قادرة على إنتاج محركات صواريخ بشكل ذاتي. بمعنى آخر أن كوريا الشمالية اقتربت من عتبة ضرب ما يسمى البر الرئيسي الأمريكي، هي تستطيع ضرب الآن جزر أمريكية في هاواي وغوام، الآن هي تقترب من قدرة على ضرب البر الرئيسي الأمريكي. لو حصل هذا الأمر لن يكون هناك إلا خيار واحد، وهو مسح كوريا الشمالية نوويا، لأن الولايات المتحدة لن تقبل بأن تضرب ضربة نووية أو ضربة حتى تحذيرية نووية. ولذلك عندما حذر يعني رئيس كوريا الشمالية أون عندما حذر بإطلاق 4 صواريخ بجانب جزيرة غوام، حدده ترامب بأن هذا سيكون ثمنه مسح كوريا الشمالية. نحن اليوم نتحدث عن ديناميكيات جديدة، لم يفعل هذا بيل كلينتون، لم يفعل هذا جورج بوش الابن، ولم يفعله باراك أوباما، أن دفعوا الأمور إلى حافة الهاوية. ترامب سواء بحسابات أم بأنه يتحرك بغريزته، ويقال أنه يتحرك بغريزته، دفع الأمور إلى حافة الهاوية. كوريا الشمالية تشعر الآن أن هناك معادلات جديدة. هل هذا يعني أنه ستنجح المفاوضات؟ لا أحد يستطيع أن يجزم ذلك، لأن نحن نتحدث عن شخصين غير تقليديين لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله. المسألة بعيدة من الحسن، أظن حتى أنهما سيلتقيا لا أحد يستطيع أن يجزم إلى الآن بهذا الأمر، لأنه لا يمكن دراسة هاتين الشخصيتين، لا يمكن، لا يوجد عندنا ما يسمى point of reference أو
مركز أرضية يمكن محاكمة هاتين الشخصيتين والتنبؤ بما يمكن أن يفعله في أي وقت. إذن شخصيتان غير تقليديتين دكتور سمير صالحة. نحن الآن شخصية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي والرئيس الكوري الشمالي، هل تتوقع أن تكون هناك ربما بعد هذه المحادثات عملية عسكرية ربما تتطور من تفاهمات وحوارات إلى صدام عسكري بين الطرفين؟ يعني برأيي أنه كل شيء وارد، لأنه هذا التوتر كما تعرف ليس مرتبطا فقط بأزمة الكوريتين، كوريا الشمالية الكوريا الجنوبية، أو أزمة كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أكثر من عامل إقليمي ودولي الآن يؤثر في هذه الأزمة بشكل مباشر. قبل قليل أنت طرحت سؤال في غاية الأهمية برأيي، أنه لماذا قبل الرئيس الأمريكي ترامب باقتراح كوريا الشمالية وباللقاء؟ أيضا السؤال يحمل معه سؤال آخر دكتور سمير، هو أنه هل الرئيس الكوري الشمالي قبل بأن يذهب ويقترح على واشنطن باللقاء ذاته، أم أنه هناك من حمسه وشجعه ودفعه للذهاب بهذا الاقتراح إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني أقصد هنا العامل الروسي، العامل الصيني أيضا مهم كما قلت لك قبل قليل في إطار لعبة التوازنات الإقليمية والدولية. نقطة أيضا في غاية الأهمية، أنه الآن علينا أن نقبل حقيقة أنه يعني أيضا في الإجابة على سؤال كيف وصلنا إلى هذا المشروع طرح القمة، أنا رأيي أنه القناعة هي أنه ترامب يبدو أنه شعر أنه يذهب إلى طريق مسدود في لغة التصعيد والتهديد مع كوريا الشمالية. هذا دافع أساسي برأيي دفعه لقبول هذا الاقتراح من كوريا الشمالية. نقطة ثانية في غاية الأهمية أيضا، بأنه هناك شعرت واشنطن بأنه في هذه الأزمة حليفها كوريا الجنوبية سيدفع ثمن باهظ بالبعد العسكري، أقصد هنا بقدر ما أنه واشنطن تهدد أنه قادرة على مسح كوريا الشمالية من الخارطة، كوريا الشمالية نفسها أيضا قادرة على توجيه ضربة مماثلة باتجاه التأثير بشكل مباشر في جارها كوريا الجنوبية. لذلك هذا التهديد وهذا التصعيد برأيي متقابل. نقطة أيضا في غاية الأهمية، أنه واشنطن شعرت أنه مصالحها العسكرية، يعني في جزيرة غوام وتواجدها العسكري القواعد العسكرية ستتلقى ضربة قوية. لذلك برأيي هذه الأسباب كلها، طبعا هناك أسباب أخرى لا ندخل في كل هذه التفاصيل، أريد أن أصل إلى النتيجة مباشرة، أمريكا قبلت هذا الطرح. أنت طرحت سؤال مهم أيضا، أنه ماذا هل بعد هذا اللقاء علينا أن نتوقع الجديد، ربما حلحلة أم تصعيد؟ وخصوصا نحن أمام شخصيتين مثل ما وصفهما الدكتور أسامة غير تقليديتين. مهم يعني هذا الكلام وهذا التوصيف أتفق معه تماما، لكن دعني أقول لك أيضا مسألة في غاية الأهمية برأيي أنا، أنه واشنطن هنا ما زالت تعتمد لغة الترغيب والترهيب إذا جاز التعبير، يعني سياسة العصا والجزرة، تحاول أن تقدم بعض الشيء، تقول أنها تقدم بعض الشيء، لذلك تحاول جذب كوريا الشمالية إلى الطاولة. هل هذا يعني أن كوريا الشمالية ستبتعد عن الروس، ستبتعد عن الصينيين؟ لا أظن إطلاقا. نقطة أخيرة وأنهي بها، أريد أن أقول لك أنه بقدر ما أنه الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشكلة في التعامل مع هذا الملف، كوريا الشمالية أيضا عندها ملف يعني أزمات على مستوى قدرتها على الاستمرار بهذا الشكل وسط كل هذا الحصار الاقتصادي والسياسي المفروض عليها. يعني كوريا الشمالية الرئيس الكوري عندما ذهب بهذا الاقتراح أخذ بعين الاعتبار أنه ذاهب هو الآخر إلى طريق مسدود، عملية انتحارية إذا استمر بهذا الشكل وبهذا التصعيد برأيي. نعم. إذن ابقوا معي ضيوفي الكرام. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل سنناقش فرص القمة المرتقبة ما بين أمريكا وكوريا الشمالية والتوقعات والارتدادات المتوقعة على دول العالم العربي والإسلامي. كونوا معنا.
مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نسلط الضوء في هذه الحلقة على واشنطن وكوريا الشمالية وفرص الحوارات المرتقبة في أيار المقبل والتوقعات والارتدادات المحتملة على منطقة آسيا والدول العالم العربي والإسلامي. بالعودة إليك دكتور عبد الوهاب القصاب، ماذا لو فشلت هذه القمة؟ ما التوقعات؟ أثمة ارتدادات ربما ستكون على دول العالم العربي والإسلامي من وجهة نظرك؟ يعني احنا خلينا ناخذ، دعنا ناخذ السيناريو انه فيما اذا نجحت القمه وفيما اذا فشلت القمه. اذا ما نجحت القمه بقدر تعلق الامر بالعالم العربي او الوطن العربي ثم جوار العالم العربي، انا اعتقد ان تلك الدول التي كانت تعتمد كثيرا على كوريا الشماليه في الحصول على المعرفة النووية والصاروخية ستتأثر جديا، وأعني هنا بالتأكيد إيران، لأنه أنا واثق بأن أحد الأثمان التي ستدفعها كوريا الشمالية هي تحديد علاقاتها بقدر تعلق الأمر بتصدير التقانة النووية من جهة وتقانة الصواريخ من جهة أخرى. فهذا فيما إذا نجحت القمة سيكون هذا أحد بتصوري أحد النتائج التي نتوقع أن ستتأثر إيران جديا حقيقة في اعتمادها على كوريا الشمالية. ونحن جميعا نعلم بأن كوريا الشمالية هي المورد الرئيسي للتقانة الصاروخية ولكثير من المعرفة النووية التي يعني تستخدمها إيران. إذا ما فشلت القمة من هذه الناحية، من ناحية تأثيرات علينا على الوطن العربي وجوار الوطن العربي، سيبقى الأمر كما هو حاليا. يعني إذا لن نتوقع من تكون هنالك فعاليات كوريا الشمالية مباشرة في هذه المنطقة. التعاون مع إيران سيستمر، محاولة النفوذ لتقليل الخسائر الجدية التي أحاقت بالاقتصاد الكوري الشمالي نتيجة العقوبات، وأن هنالك بالمناسبة أن هنالك دراسة جدية تقوم بها وكالة المخابرات ومجلس الأمن القومي الأمريكي والخارجية لمحاولة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية نتيجة مخالفتها لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر قبل أشهر. إذا أما التأثير الذي سيكون في منطقتنا، أنا أعتقد أنه تأثيرا محدودا، لكن بإمكاننا أن ندرس ما هي التأثيرات في المنطقة الإقليمية التي تقع فيها كوريا الشمالية. علينا أيضا أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن عملية التكديس النووي الكوري الشمالي أصبح مقلقا للجوار الإقليمي لكوريا الشمالية. مفهوم أنها مقلقة جدا لكوريا الجنوبية، مفهوم جدا أنه مقلق جدا للصين لليابان، لكن هو أصبح مقلقا بروسيا بشكل رئيسي. وسمعنا في قبل حوالي شهرين تصريح مهم للرئيس الروسي بوتين حول هذا الموضوع بالذات، وكذلك بالنسبة للصين، لأن الصين لا تريد أن تجد في شرق آسيا منافسا جديا لها بالدور يتمثل في كوريا الشمالية. الجانب الكوري الشمالي يعني أتوقع فيما إذا فشلت القمة سيزيد من استفزازه لكوريا الجنوبية. يعني من وجهة نظركم، يعني من خلال هذا الحديث الذي تحدثت به أستاذ عبد الوهاب، هل نفهم أن الصين تشعر بالاستياء من هذه القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية؟ على العكس، أنا أعتقد بأن الصين ستحاول أن تدفع باتجاه إنجاح القمة لكي تقلل من العبء الذي يقع على عاتقها من الطريقة التي تتصرف بها كوريا الشمالية من جهة، والتي ضاقت بها ذرعا بدليل أنها أيدت العقوبات أخيرا،
من ناحية، ومن ناحية ثانية وهذا مهم جدا، أن هنالك عبئا أو ثمنا تدفعه الصين نتيجة التزامها الأدبي تجاه كوريا الشمالية، وأن هنالك نسفا حقيقة في الاقتصاد الصيني يتوجه عبر مجموعة من الطرق والآليات المخفية بين كوريا الشمالية والصين، يعني عملية انتقاد الأشخاص، عملية هروب الأشخاص، عملية تهريب المعرفة، كثير من الأشياء. أنا أعتقد بأن الصين تسعى باتجاه أن تهدأ البيئة الإقليمية في جنوب شرق آسيا وفي الباسفيك لكي تنفذ مخططاتها المستقبلية الطموحة بالحقيقة، لكي تتحول من رقم إقليمي إلى رقم دولي، من ناحية تكديس المعرفة أولا، التطور الاقتصادي الهائل الذي حققته، ما هي الآن الاقتصاد الثالث في طريقها لكي تكون الثاني وقد تكون الأول بعد عقدين من الزمان مثلا. لكي تحقق الصين هذه المكاسب التي أو الإنجازات، عليها أن تؤمن بيئة إقليمية هادئة، فعملية تهدئة البيئة الإقليمية تصب في حقيقة الأمر في صالح الصين ومخططاتها المستقبلية وتكديسها لقدرتها الاستراتيجية، من ناحية التواجد في أعالي البحار، من ناحية إظهار علمها في أماكن لم يظهر فيها سابقا، من في مجال الفضاء. كل هذا تحاول الصين أن تحققه، لكنه يحتاج إلى بيئة إقليمية هادئة مستقرة لكي تحقق هذه الأهداف. البيئة الاقتصادية، البيئة السياسية والجيوستراتيجية المستقرة يحققها فقط عملية يعني عملية ترويض، إن صح لي القول، ترويض كوريا الشمالية، تيمينج. عملية ترويض كوريا الشمالية حقيقة تعود بشكل إيجابي على المخططات التي تسعى الصين لكي تحققها في المستقبل. نعم أستاذ أسامة برشيد، إلى أي مدى من وجهة نظرك سيستفيد ترامب من أجواء القمة، ربما حتى في إطار إبعاد المشاكل أو إبعاد إن صح التعبير الفضائح عن الإعلام، وكذلك ما يعانيه البيت الأبيض من استقالات ومن مشاكل ومطبات يعاني منها هذا الرئيس الجديد للبيت الأبيض؟ بداية، أن حتى لو التقى مع 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 كيم جون أون، حتى لو التقى معه ونجح اللقاء، فإن هذا لن يعني نهاية مشاكله هنا في الولايات المتحدة. مشاكله جزء منها قانوني، والقانون لا يمسح بالسياسة، خصوصا وأن هناك حزب معارضة يتقصده وجزء كبير من الإعلام يتقصده، فلن يستطيع أحد أن يوقف الحملات ضده، ولكنها ستقوي موقفه سياسيا، بمعنى أن هذا الرجل لن يعزل بقرار من روبرت مولر المحقق الخاص. هذا الرجل لن يعزل إلا من الكونغرس، والكونغرس بأغلبية جمهورية، والجمهوريون اليوم لديهم بعض القلق من شخصيته ومن فضائحه ومن سياساته، خصوصا فيما يتعلق حتى بالسياسات مثل فرض الضرائب على الحديد والألمنيوم الصادرة الواردات. فهو إذا نجح هذا اللقاء سيقوي موقفه سياسيا، لكنها لن تلغي مشاكله وفضائحه. والمشكلة لو فشل اللقاء، إذا فشل اللقاء فإن ترامب سيكون في وضع سياسي حرج جدا، والجمهوريون سيكونوا في وضع سياسي حرج جدا. هذا الرجل يقدم نفسه على أنه هو الذي يستطيع أن يقدم، هو دائما ما وصف السياسيين الذين قبله، الرؤساء الذين قبله، الرؤساء السياسيين الحاليين الموجودين، دائما ما وصفهم بعبارة أغبياء، stupid، دائما كان يستخدم هذه العبارة. إذا لم ينجح وثبت أنه قد استدرج إلى فخ، فإنه سيكون هو الغبي في هذه المرحلة، في هذه الحالة. إذا وضع في مرحلة الغباء وخسر الجمهوريون أغلبيتهم إما في المجلسين الشيوخ والنواب أو في أحدهما، فإذا هو في وضع سياسي صعب جدا مع تراكم، مع زيادة هذه الفضائح التي تخرج. وبالمناسبة هذه الفضائح التي تخرج على ترامب بشكل شبه يومي تقريبا الآن، يستحيل أن تكون تخرج دون وجود هناك من يحركها. إذن له خصوم داخل المؤسسة، ونتكلم هم يعني البيت الأبيض يصفها الآن المؤسسة العميقة أو الدولة العميقة، يعني هذا ليس تعبيري، نحن نعرف في أمريكا ما يسمى الاستابليشمنت، اليوم يستخدمون عبارة the deep state، الدولة العميقة. إذن هناك أحد يحرك هذه الخيوط ضده، فأي فشل يقع به ترامب أو أي خطأ في الحسابات سيدفع ثمنه مرة أخرى بمزيد من الحملة عليه. ولذلك هو دخل الآن مغامرة صعبة، ولكن مرة أخرى أنا لا أقول أن ترامب سيفشل بالضرورة،
لا أقول أنه سينجح، هذا شخص لا يمكن التنبؤ به، هو دائما ما خالف التوقعات وأسقط ما يسمى قوانين الجاذبية في أمريكا. أن هناك نحن عندنا قانون جاذبية الأرض، هناك قوانين علمية ثابتة لا تحتاج إلى نقاش. ترامب أسقطها سياسيا، الكل قال لن ينجح نجح، الكل قال أنه لن يستمر 6 أشهر هو لا زال رئيس اليوم، حتى من يتحدث عن عزله هو يبحث الآن في هل يمكن أن يصدر عفوا عن نفسه أم لا. هذا رجل جديد في لا يخضع لمعايير معينة، ولذلك أقول لن تنتهي الفضائح، لكنها إما أن تقوي وضعه أو أن تضعف موقفه سياسيا. نشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة برشيد، الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن، شكرا لك. دكتور سمير صالحة، يعني كما تحدث الدكتور أسامة، يعني الرئيس الأمريكي الآن في وضع صعب جدا، وهناك من داخل البيت الأبيض من يحرك الخيوط ضده، وهو بالأساس وصفه بأنه شخصية غير تقليدية أو يعني استثنائية مثل ما وصفه بالتحديد. يعني نحن في إطار احتمالات الفشل والنجاح لهذه القمة، أثمة من وجهة نظرك أي ارتدادات ربما على دول العالم الإسلامي، على دول العالم العربي، لا سيما وأن السياسة الأمريكية واضحة تجاه دول العالم الإسلامي والعربي؟ نعم، يعني برأيي هذا السؤال في غاية الأهمية، ويدفعني إلى طرحه أو طرح الإجابة تحت عنوانين أساسيين. نعم. عنوان أول أنه من كيف ومن ماذا استفادت كوريا الشمالية لتنجح في إنجاز كل هذا سياسة التسليح النووي خلال السنوات الأخيرة وبهذه السرعة وبهذه الطاقة والقدرات. بماذا استفادت كوريا الشمالية؟ استفادت أولا من الدعم الروسي الكبير، الدعم الصيني الكبير، استفادت من الخلافات الروسية الأمريكية، يعني هذه التناحرات استطاعت هي أن تجيرها لصالحها في أكثر من مكان وفي أكثر من نقطة. استفادت أيضا من طاقاتها الذاتية من الداخل، يعني هذه المسائل كلها تدفعني الآن للانتقال إلى الجزء الثاني من الإجابة، أنه لماذا تنجح كوريا الشمالية ونفشل نحن في الدول العربية والإسلامية، ولا نذهب بمنحى الالتحاق ربما بهذا النادي النووي، طالما أنه الكثير من الدول الإقليمية والكبرى بدأت تقوى وتتمسك بهذا النادي. أظن أنه عندنا أكثر من مادة، أنا سجلت أكثر من ملاحظة في هذا السؤال. برأيي النقطة الأساسية هي، لا أعرف إذا كنت تتفق معي، مسألة مع الأسف أقول هذا الكلام، عدم الثقة بالنفس. يعني دائما نحن في سياسات التسلح والتصنيع الحربي في دول المنطقة في العالمين العربي والإسلامي نعتمد على الخارج وعلى الغرب تحديدا، على روسيا تحديدا، على طبيعة تحالفاتنا. كلما نجحنا نحن في التحرر والاستقلال ونحن نملك هذه الطاقات والقدرات والأرضية والأموال، مع الأسف نختار الجانب الآخر، الذهاب بمنحى شراء السلاح من الخارج وتجديد هذا السلاح كل فترة وفترة بدفع الأموال إلى الخارج والارتباط العسكري بالخارج. لذلك أنا قلت لك الثقة بالنفس في غاية الأهمية، يعني مراجعة الاستراتيجيات العربية والإسلامية هنا ضرورة وحتمية، هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، عنا عقدة أنه الكفاءات موجودة في الغرب في العواصم الأوروبية في الخارج، هذه العقدة أيضا علينا أن نتجاوزها بأسرع ما يكون. نحن عنا الخبرات، عنا الطاقات، المشكلة أين؟ أننا لا نفتح الطريق أمام هذه الطاقات لتتحرك في الداخل، وعنا أكثر من تجربة، أكثر من اختبار كيف تعاملت بعض الحكومات مع الأسف في العالمين العربي والإسلامي مع شخصيات أكاديميين ومع خبراء استطاعوا أن يثبتوا كفاءاتهم وجدارتهم، لكنهم كانوا هم يشوب أكثر من مرة. نقطة ثالثة أيضا مهمة مرتبطة بعملية الارتدادات، أظن أنه عندنا نقطة أخرى، أنه تحالفاتنا الغربية وتحالفاتنا مع الخارج تدفعنا أيضا لقبول حقيقة أنه نحن قدرنا يرسم بهذا الشكل وبهذا الاتجاه. إذا باختصار أقول لك المشكلة تبقى في الداخل وفي إعادة التموضع والتمركز في التعامل مع هذا الملف. إذا لم نتحرك بأسرع ما يكون وعدنا أنه أنا لقناعة أننا نملك القدرات والثقة، فأظن أنه هذه المشكلة وهذه المسألة
ستستمر بهذا الشكل دكتور سمير. دكتور عبد الوهاب القصاب، من وجهة نظرك لماذا العالم العربي غير موجود في لعبة الموازنات النووية؟ أنا أعيد ما سبق وأن ذكرته في مداخلتي الأولى، وهي أن العالم العربي فقط هو الذي يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل الكيان الصهيوني. هذه هي المشكلة الحقيقية التي تفعل كل المفاعيل لكي يجذب العالم العربي أو الوطن العربي إلى الخلف دائما. ورأينا كيف يعني أجهضت تجارب ريادية جيدة قامت بها بعض الدول العربية، وأنا يعني أستحضر تجربتي كعراقي، تجربتنا كعراقيين عندما يعني حققنا مستوى عاليا جدا من التصنيع، من التعاطي حققنا مستوى عاليا جدا أساسا من محو الأمية ومن تكديس المعرفة ومن إعادة إنتاج المعرفة، ثم الولوج في سوق في 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 سوق التصنيع الدولي العسكري تحديدا، والتطور في صناعة الصواريخ إلى الدرجة التي بينتها في مداخلتي الأولى، وكذلك موضوع الملف النووي. لو لم نكن أو لو لم تكن في بيئتنا الإقليمية هذا الكيان الذي شتل عمدا، أنا أعتقد كان بإمكان الوطن العربي، لأنه كافة مبررات وحدة الهدف ووحدة المصالح ووحدة لقمة العيش والموقع الجيوستراتيجي والتملك أو وتملك مفاتيح الممرات الاستراتيجية في العالم، كل هذه تدفع باتجاه أن يكون الوطن العربي كتلة على الأقل جيواقتصادية واحدة واضحة. لكن في واقع الحال نحن هنا أستذكر وأعيد ما تفضل صديقي العزيز الدكتور سمير سارحة، من ناحية هنالك كم هائل من عدم الثقة بالنفس من جانب العناصر السلبية التي تسللت إلى مراكز إلى مواقع قيادية في وطننا العربي. هذا عدم الثقة بالنفس تحاول أن ترمي بحملها ليس على نفسها لكي تطور نفسها، وإنما تحاول أن تستورد الأمن من الخارج، تستورد المشورة من الخارج، تستورد الاحتياجات من الخارج، وهذا الخارج هو واحدا من اثنين. مرة ترانا وضعنا بيضنا كله في السلة الروسية وصنعنا صفر اليدين، ومرة أخرى كنا ولازلنا نضع بيضنا في السلة الأمريكية والسلة الغربية، والنتيجة النهائية أننا ليس صفر اليدين وإنما بدأت الأيدي تتقطع أيضا. هذه هي معضلتنا، المشكلة التي ينبغي أن يعالجها الوطن العربي بشخصية شعوبه من جهة، الشعوب في الوطن العربي، أو من ناحية الحكام أن يحاولوا أن يجدوا مقاربة حقيقية تتواءم مع ما يقوم به العالم. يعني قديما قيل أن الدم الألماني والفرنسي لن يختلطا، يعني الذي أثبته العالم أن لقمة العيش والعيش المشترك وتجارب الحروب المريرة التي عاشتها أوروبا في القرن العشرين في النصف الأول من القرن العشرين أودت بفكرة العداء التاريخي أو العداء القديم أو التنافس على الدور أو التنافس على القيادة، ونجحت أوروبا في أن تخلق كيانا هو الكيان الاقتصادي الثاني في العالم حاليا، والذي رغم الكبوة التي حققتها عملية البريكس الانسحاب بريطانيا من الحلف والتي ستكون هي الخاسرة على المدى البعيد بالمناسبة، أوروبا عادت هيكلة شخصيتها وقدمتها للعالم، تجد علم الاتحاد الأوروبي يرفرف إلى جانب كل الأعلام الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي. نحن في الوطن العربي لسنا أقل منهم، يعني نحن هنالك تجارب ينبغي أن تسود، لكن لسوء حظنا أن هنالك تجارب ناجحة، وهي مثلا تجربة مجلس التعاون الخليجي بدأنا نهدمها بأيدينا. هذه هي المفارقة التي علينا أن نلقي اللوم بها على القيادات. القيادات ينبغي أن تتخلى عن أنانيتها وأن تنظر إلى الواقع وأن تنظر للمستقبل وأن تنظر لآلية العلاقات الدولية وأن تتصرف على هذا الأساس. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الوهاب القصاب الباحث في المركز العربي بواشنطن لوجودك معنا في هذه الحلقة. في دقيقة واحدة دكتور سمير صالحة، يعني هل أصبح لزاما القول الآن أن لعبة الموازنات الدولية النووية ظلت وستظل حكرا على دول بعينها؟
يعني حتى الآن هذا ما يبدو مع الأسف، طالما أنه الدول العربية والإسلامية تتحرك بشكل مبرمج وحقيقي وإثبات الرغبة أنها تريد أن تكون لاعب أساسي في حماية مصالحها وسياستها واستراتيجيتها. أتفق تماما مع ما قاله الدكتور عبد الوهاب قبل قليل. التجربة العراقية الرائدة في السبعينيات كانت مهمة جدا، وكيف جاءت إسرائيل نفذت هذا العدوان عام 1981، ورغم أنه لم يكن بعد تكتمل هذه التجربة في العراق. هذا المسلسل لم ينتهي طبعا، وحتى بعد الاحتلال عام 2003 يعني صار اغتيال العلماء النوويين وصار اغتيال الكفاءات وما إلى ذلك، وهو مستمر. دكتور سمير، نقطة مهمة الآن أيضا برأيي يعني تساعدنا على قراءة المشهد بطريقة جديدة. في عملية غصن الزيتون التركية، القيادات السياسية التركية أعلنت أنه السلاح المستخدم في هذه العملية نسبته المئوية 80% من صناعة تركيا، 100% صناعة وطنية تركية. هذا يعني أنه فعلا نحن نستطيع إذا أردنا في دول المنطقة في العالمين العربي والإسلامي أن نتحرك بهذا الاتجاه، نملك هذه القدرات والطاقات إن شاء الله. شكرا لك ضيفي العزيز الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية، ضيفي في الأستوديو. شكرا لك لوجودك معي، وشكر موصول أيضا للدكتور أسامة برشيد الباحث والمحلل السياسي، كان معنا من واشنطن، وأيضا من واشنطن الأستاذ عبد الوهاب القصاب الباحث في المركز العربي بواشنطن. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.